حلمت بكوكبين متلألئين اقتربوا منهم واحد بيخبط في المباني. ليه 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 حرب ليه يا حبيبتي؟ يعني دي رؤية عامة، رؤية عامة في حرب، حرب دي حرب، ربنا يستر ربنا يستر، وهيبقى فيها بدون انذار، ربنا يستر. دي رؤية عامة هقراها تاني. حلمت بكوكبين متلألئين اقتربوا ومنهم واحد بيخبط في المباني. دي للأسف الشديد في حرب، فربنا يسترها. طبعا مش واضحة مين ومين، مش واضحة خالص، وربنا يسترها. بس هما دولتين زي بعض، دولتين زي بعض، دولتين بقى أجنبيين هيبقوا زي بعض، دولتين دول عربية هيبقوا زي بعض، إن شاء الله ربنا يا رب ما يؤمر. والله أعلى وأعلم.